لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. مكن الانتصار الذي حققه الفريق الأحمر على نادي أولمبيك خريبكا برسم جولة 9 من الدوري المغربي من توسيع فارق النقاط بينه وبين فريق الرجاء الرياضي، وذلك قبل مواجهة الديربي يوم السبت القادم، حيث بات يبتعد بفارق 5 نقاط عن فريق الرجاء الرياضي، ويحصل الفريق الأحمر المركز الأول برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فريق الرجاء الرياضي في المركز الثاني ب20 نقطة. وسيدخل الفريق الأحمر مقابلة الديربي وعينه على تحقيق الانتصار لتوسيع فارق النقاط عن غريمه الرجاء الرياضي، وذلك برسم جولة 10 من البطولة الوطنية الاحترافية، حيث يسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة المدرب وليد الركراكي تمكنه من الحفاظ على لقب الدوري المغربي الذي توج به في الموسم الكروي الماضي وبفارق مريح من النقاط، حيث سيمكنه ذلك من الابتعاد بفارق 8 نقاط عن فريق الرجاء الرياضي. رخص الطاقم الطبي للفريق الأحمر بمشاركة المهاجم صلاح الدين منيشو خلال مقابلة الديربي يوم السبت القادم، وذلك برسم جولة 10 من البطولة الوطنية الاحترافية، حيث أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم صلاح الدين منيشو شفاءه من العملية الجراحية التي خضع لها في شهر أكتوبر الماضي لاستئصال الزائدة الدودية، حيث فرضت عليه الغياب لأربعة أسابيع عن الوداد الرياضي. كما حسم الطاقم الطبي للفريق الأحمر بإمكانية الاستعانة بخدمات المهاجم زهير المصرجي خلال مقابلة الديربي ضد فريق الرجاء الرياضي يوم السبت القادم، لكن تبقى مشاركة المهاجم زهير المصرجي في الديربي متوقفة على جاهزيته البدنية، وذلك لغيابه الطويل عن التدريب منذ إصابته في مقابلة الذهاب ضد نادي قلوب الصنوبر الغاني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وعد سعد النصيري جميع اللاعبين بمنحة مالية كبيرة في حال تحقيق الانتصار ضد فريق الرجاء الرياضي في الديربي يوم السبت القادم، وذلك برسم جولة 10 من البطولة الوطنية الاحترافية، حيث حدد المنحة في 5 ملايين سنتيم، وذلك لتحفيز لاعبي الوداد على تحقيق نتيجة إيجابية في الديربي تخول لهم الابتعاد في صدارة الدوري المغربي قبل فترة التوقف الدولي. ويأتي ذلك لرغبة سعيد النصيري على رفعه معنوية اللاعبين من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في بداية الموسم الكروي الحالي، حيث ينافس الفريق الأحمر هذا الموسم على عدة واجهات أهمها البطولة الوطنية ومسابقة دوري أبطال أفريقيا. وكان قد توصل لاعب الوداد بمنحة التأهل إلى دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي كان قد حددها سعيد النصيري في 3 ملايين سنتيم. أكد المدرب وليد الركراكي أن فريقه يستعد لمواجهة الديربي يوم السبت القادم ضد فريق الرجاء الرياضي بمعنويات مرتفعة، وذلك عقب النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الأحمر في المباريات الأخيرة، كما أوضح أن جميع اللاعبين أبدوا استعدادهم الكبير لتحقيق الانتصار في مقابلة الديربي ضد فريق الرجاء الرياضي برسم جولة 10 من الدوري المغربي. كما وعد مدرب الفريق الأحمر الجماهير الودادية بتقديم مستوى جيد في الديربي يوم السبت القادم ضد فريق الرجاء الرياضي، وذلك راجع لأهمية المواجهة على مستوى البطولة الوطنية والتي قد تخول لفريق الوداد الابتعاد بفارق كبير من النقاط في الصدارة. كشف الناخب الوطني للمنتخب المغربي عن القائمة النهائية للاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في مباريات المنتخب الوطني الأول برسم جولتين 5 و 6 من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث شهدت القائمة عودة الحارس أحمد رضا التقنوسي بعد غياب طويل عن المنتخب الوطني الأول والمنتخب المغربي المحلي. وسيعتمد الناخب الوطني للمنتخب المغربي الأول على خدمة الحارس الودادي أحمد رضا التقنوسي إلى جانب كل من الحارسين ياسين بونو وأنس الزنيتي. ويذكر أن الجامعة الملكية المغربية عاقبت في وقت سابق الحارس أحمد رضا التكنوسي بعدم حمله لقميص المنتخب المغربي لأزيد من 3 أشهر، وذلك لخلافه مع الناخب الوطني الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني المغربي المحلي. كلف سعد النصيري محاميا بلجيكيا بالدفاع عن الفريق الأحمر أمام لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي الفيفا، وذلك في قضيته ضد المهاجم النيجيري ميشيل باباتوندي
الذي يطالب بالحصول على 700 مليون سنتيم، حيث أمهل الاتحاد الدولي الفيفا الفريق الأحمر حتى الخامس من شهر نوفمبر الحالي، وذلك لتقديم دفوعاته بخصوص المطالب المالية للاعب النيجيري ميشيل باباتوندي. وكان قد أخل سعد النصيري باتفاقه مع لاعبه السابق بعدما وافق الأخير للتنازل على 300 مليون سنتيم، وذلك مقابل حصوله على باقي مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق الأحمر، غير أن سعد النصيري لم يلتزم بدفعه مبلغ 700 مليون سنتيم للمهاجم النيجيري ميشيل باباتوندي، ليتجه إلى الاتحاد الدولي الفيفا لاستخلاصه المبلغ المذكور من الفريق الأحمر. وعد سعد النصيري بدفعه الشطر الثالث من قيمة انتقال المهاجم بادي أوك من نادي حسنياس أكادير إلى الفريق الأحمر قبل انطلاق الميركاتو الشتوي القادم. وأكد مصدر ودادي مسؤول أن رغبة سعد النصيري في التعاقد مع جمال الشماخ الظهير الأيسر لفريق حسنياس أكادير دفعه إلى اتخاذه لهذا القرار بتسديده 100 مليون سنتيم لصالح نادي حسنياس أكادير. كما أوضح أن فريق حسنياس أكادير اشترط الحصول على ديونه العالقة بذمة الفريق الأحمر قبل الدخول في مفاوضات بخصوص التعاقد مع الظهير الأيسر جمال الشماخ في الميركاتو الشتوي القادم. ويعتبر جمال الشماخ من اللاعبين الذين طالب المدرب وليد الركراكي بالتعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي القادم، وذلك لمساعدة يحيى عطية الله بالجهة اليسرى للفريق الأحمر.